انا بتشرف بكوني منتمي لاسره الكاراتيه. صحيح احنا كلنا كمجلس الاداره بنتحرك على كل المحاور بشكل متوازي، لكن لما بيكون في حاجه بتمس مكان انت عشت فيه سنين بتحس برضو طبعا ان ده بيضيف لك، بتحس بقيمه الموضوع. فاحنا هنا الحمد لله كاسره من جهاز فني ومدربين ولاعيبه، كلنا هنا اخوات وزمايل بقالنا عمر بينا وبين بعض عشره عمر، مواضيع وبطولات كتير وحزن كتير وفرح كتير، فتلاقيه دايما الجو الاسري هنا هو اللي بيطغى على الموضوع. دايما قافلين على بعض، مشاكلنا ما بتخرجش بره ودايما بنحل مواضيعنا بنفسنا، وده سائد الحمد لله في النادي الاهلي في كل الالعاب الحمد لله. احنا عندنا توجهات في مجلس الاداره ان احنا في على جميع الاصعده وجميع الالعاب بنرسخ اسم النادي الاهلي، فلما يكون اسم زي لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي هي على مستوى العالم الناس كلها عارفه قد ايه الاسم ده كبير، الناس كلها عارفه او يمكن الناس ما تعرفش ان النادي الاهلي هو اكبر نادي على مستوى العالم، عنده لعيبه بيلعبوا باسم النادي الاهلي مسجلين في تحت اسم النادي الاهلي في لعبه الكاراتيه. احنا اكبر نادي على مستوى العالم مسجل تحت اسمه ابطال عالم بيلعبوا باسم النادي الاهلي وحصلوا على ميداليات في بطولات العالم المختلفه، ناشئين والشباب والدرجه الاولى في الكاتا وفي الكوميتيه، فده عامل قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي. احنا بنستفيد منها في الفتره الحاليه والانديه بتستفيد منها بانها بتيجي تتعلي من مستواها وتستفيد بحاجه زي كده. النادي الاهلي عنده اسم كبير جدا، احنا زي ما انت قلت استضفنا المنتخب الماليزي وبناء على الرياكشن والانطباع لدى المنتخب الماليزي تم طلب المنتخب الاندونيسي ان هو يعمل معسكره عندنا. المنتخب السعودي بقى له اكتر من كذا سنه بنستضيفه هنا على ارض صاله مدينه نصر في معسكراته الدائمه قبل كل بطوله مهمه بالنسبه له بيجي يعسكر عندنا في النادي الاهلي. كل ده عمل قيمه كبيره جدا، الناس كلها مستفيده بالمكان وبالمستويات اللي بيلعبوها. فالحمد لله المنتخب الاندونيسي عنده مهمه صعبه جدا، ما هيطلع من هنا على بطولة آسيا في الأردن، والمهمة الأصعب منها دورة الألعاب الآسيوية على أرض أندونيسيا. فهم بناء على كده اختاروا أكبر دولتين على مستوى العالم في مجال الكاراتيه، فراحوا بفريق الكاتا لليابان وجم بفريق الكوميتيه لمصر واختاروا النادي الأهلي. طبعا مش هيلاقوا محطة أحسن من كده. ده شرف كبير لينا إن احنا نبقى في النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي النادي الأول في مصر وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا، يعني هم طبعا عارفين الكلام ده كويس واحنا اخترنا النادي الاهلي عشان هو فعلا واجهه مشرفه لمصر والمصريين وكل الشرق الاوسط كله. اختيارنا لمصر لان مصر فعلا قويه جدا 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 في الكاراتيه ومصنفه من اول اربع دول على العالم بقالها 10 سنين. واختارنا النادي الاهلي لان النادي الاهلي فعلا قلعه في الكاراتيه وحاجة مشرفة جدا وواجهة مشرفة لمصر، وفي أبطال عالم طبعا كتير زي ما أنتم عارفين، زي الدكتور مهند مجدي كان من أوائل أبطال العالم كانوا موجودين، زي جيانا، إبراهيم مجدي، أحمد أشرف. لو قعدت أعد من هنا لبكرة مفيش مش هنخلص أبطال العالم. يعني لو حد عاوز يعمل معسكر يعني في مصر وفي القاهرة بالخصوص هيبقى النادي الأهلي الاختيار رقم واحد، يعني على أساس إن فعلا فعلا في عدد من اللاعبين كبير جدا في جميع الاعمار وفي جميع المستويات. يعني فانت ما عندكش حد حتى او مكان احسن من النادي الاهلي انك انت تعمل فيه معسكر تدريبي هنا. النادي الاهلي معروف ان في ابطال عالم كتير جدا ولاعيبه كتير جدا احنا هنستفاد منها، فده حاجه كويسه جدا لينا قبل بطوله اسيا في الاردن ودوره الالعاب الاسيويه في اندونيسيا. مصر فيها في فئة الناشئين والشباب وتحت 21 سنة فيها لاعبين أقوياء جدا وفي الرجال أيضا والأنسات، فهو شايف إن المستوى هنا كويس جدا إن احنا نعمل معسكر تدريبي ونستفيد بيه عشان البطولات اللي احنا هنشارك فيها في الفترة الجاية. ان الفرق هنا وبيننا وبين اندونيسيا في الكاراتيه عامه ان هم بيتمرنوا هناك على الشغل الاساسيات القديمه اللي هو التراديشنال، الشغل التقليدي بتاع زمان. هنا في تطور جامد في الكاراتيه، يعني في الفايت في القتال مع بعض، يعني في تطور جامد احنا عايزين نوصل لكده، فعشان كده احنا يعني جينا نستفيد من الكلام ده. ذا فيرست وان الهدف الاول اللي هو بدوره الالعاب الاسيويه في اندونيسيا، يعني عايز احقق فيها نتيجه كويسه جدا، والهدف بعد دورة الألعاب الآسيوية انها تشارك في الاولمبيات اللي هي في 2020 في طوكيو، اول اولمبيات للكاراتيه.